الموبايل بيجي بشاشة ممتازة ومعالج مش الأفضل حاليا. يلا بينا نعرف باقي التفاصيل. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناة موبي سي. النهاردة هنتكلم عن موبايل أوبو رينو 4F وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه، وكمان في آخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر بالدولار إن كان بقى سعر متوقع أو سعر رسمي. ما تنساش بس تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، ويلا بينا نخش على الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. مواصفات هاتف أوبو رينو 4F، تعالوا نبتدي بالشاشة. والشاشة بتيجي من نوع سوبر أموليد وبتيجي بحجم 6.43 من 100 بوصة بجودة Full HD Plus وبدقة 2400 في 1080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل انش. وهنا الكاميرا الأمامية جاية على شكل ثقب كبير لأن الموبايل جايب 2 كاميرا أمامية. طيب الشاشة ممتازة على سعر الموبايل، يعني الشاشة سوبر أموليد هتاخد منها تجربة كويسة جدا في المشاهدة. كانت هتكون أفضل بس لو كانت 90 هرتز زي الترندات الجديدة، ولكن ده ما يعتبرش عيب نهائي، الشاشة بشكل عام ممتازة. هنيجي للمعالج واللي ممكن يكون نقطة سلبية في الموبايل، وهو ميديا تك هيليو بي 95 بدقة تصنيع 12 نانو. المعالج ده أداءه قريب من معالج سناب دراجون 710. بص ركز معايا كويس، أنت بشكل عام هتاخد من المعالج أداء مقبول كتصفح واستخدام يومي، وهتاخد منه برضه أداء مقبول في الألعاب، ولكن المعالج ده للأسف مش مناسب خالص للفئة دي، لأن الموبايلات اللي في نفس الفئة دي أو بنفس السعر بيقدموا معالجات أقوى بكتير، وهنوضح البدائل الأقوى في آخر الفيديو. الموبايل بيجي بنسخة واحدة وهي 128 جيجا مساحة داخلية مع 8 جيجا رام، والموبايل هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ منفصل. هنيجي للكاميرا، والموبايل هنا بيجي بأربع كاميرات خلفية، الأولى 48 ميجا بكسل ودي الأساسية، والكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل ودي الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو لتصوير الحاجات من قريب جدا، والرابعة 2 ميجا بكسل ودي للعزل. هنا الكاميرا الخلفية بتصور فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية، وبتصور فول اتش دي بمعدل 30 او 120 فريم في الثانية، بالاضافة لدعمها تثبيت الكتروني اثناء تصوير الفيديو. الجهاز بيجي باتنين كاميرا امامية، الاولى 16 ميجا بكسل ودي الاساسية، والكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل ودي للعزل. وهنا الكاميرا الامامية بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. بطارية الموبايل بتيجي بحجم 4000 ملي امبير. البطارية كويسة، ولكن الصراحة كانت مفروض تكون 5000 ملي امبير زي معظم الهواتف حاليا. البطارية بتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. عندنا هنا الموبايل بيجي باندرويد 10، وللأسف الموبايل مش بيدعم NFC. الموبايل بيدعم منفذ السماعات، ومنفذ شحن الموبايل بيجي من نوع تايب سي، وطبعا كالعادة ظهر الموبايل من اوبو بيجي من بلاستيك. الالوان اللي بيجي بيها الموبايل هي الابيض والاسود. الموبايل بيدعم مستشعر البصمة موجودة في الشاشة. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات موبايل اوبو رينو 4F، الشاشة هتاخد منها اداء ممتاز جدا في كل حاجة. الموبايل بيشغل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت. عيوب موبايل اوبو رينو 4F، المعالج مقبول ولكنه مش الافضل في الفئة دي. طبعا ظهر الموبايل بيجي من بلاستيك ودي بتعرضه للخدش بسهولة. دلوقتي بقى جه الوقت ان احنا نعرف سعر الموبايل في مصر وفي السعودية وسعر اطلاق الموبايل. بس قبل ما اقول لك السعر، عايزك تعرف ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار متوقعة ومش اسعار رسمية، وده لان الموبايل لسه منزلش مصر ولا السعودية، ولما يتم الاعلان عن السعر الرسمي هنكتب تحت في الكومنتات. تم اطلاق الهاتف في اندونيسيا بسعر 290 دولار. السعر المتوقع في مصر 5000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 1200 ريال. طيب من الاخر كده، ايه الموبايل المنافس للموبايل ده او ايه الموبايل اللي في نفس فئته؟ شاومي نوت 9 برو يعتبر منافس قوي جدا لموبايل اوبو رينو 4F. ولكن قبل ما نخش في المقارنة، عايز اقول لك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة شاملة لموبايل شاومي نوت 9 برو، ممكن تشوفها من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو او من الاي اللي هيظهر لك فوق دلوقتي. تعالوا نخش على نقطة الأداء، وهنا أوبو بيجي بمعالج ميديا تك هيليو بي 95، وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 720 جي، وهنا معالج شاومي يتفوق. أوبو بيجي بشاشة سوبر أموليد
بجودة Full HD Plus، وشاومي بيجي بشاشة IPS LCD بجودة Full HD Plus. وهنا أوبو تتفوق لأن الشاشة سوبر أموليد. أوبو بيجي بطارية 4000 ملي أمبير، وشاومي بيجي بطارية 5020 ملي أمبير. وهنا بطارية شاومي تتفوق. أوبو يدعم Memphis Type-C، وشاومي برضو يدعم Memphis Type-C، وهنا الاثنين زي بعض. أوبو يدعم شحن السريع بقوة 18 واط، وشاومي يدعم شحن السريع بقوة 30 واط. وهنا شاومي تتفوق. يلا نشوف فرق السعر ما بينهم، بس عايزك تعرف ان سعر أوبو ده سعر متوقع علشان الموبايل لسه منزلش مصر، انما سعر شاومي ده سعر رسمي، وده لان الموبايل نزل مصر بالفعل. سعر أوبو المتوقع نسخة 128 جيجا مساحة داخلية مع 8 جيجا رام 5000 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مساحة داخلية مع 6 جيجا رام 4400 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو لو في اي موبايل معين عايزين نعمله مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراك في موبايل اوبو رينو 4 اف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.